واحد المسؤولية. قالوا لي من كتبوا في القرآن بيد أمي منقدموه نزيدنا هدية. ففرحنا وقلنا كنت أمية جالسة في الدار ما كان قرا ما والو، حتى تفتح لنا هاد أبواب المساجد وبقينا كنقراو. ودابا استفدت من البرنامج محو الأمية مستوى الأول، ودابا الحمد لله أنا في المستوى الثاني، ودابا أنا جيت أنا نجحتي وكنت حاصلة على الجائزة، والحمد لله والشكر لله، وكنشكر جلالة الملك والله ينصرو. وباقا غنزيد في القرايه ان شاء الله، لحقاش حنا في يكون عندنا المستوى الثاني ان شاء الله، وما كرهتش يكون الثالث ويكون الرابع، لحقاش حنا كنا غافلين على ديننا، كنا ما عارفينش شنو هو ديننا، كنا نهار كامل حنا مجمعين بنادم نهضروا فيهم، ولكن الحمد لله الوقت ديالنا تعمر دين الله. اليوم تحتفل نساء مدينة طنجة بحفل نهاية برنامج محو الأمية. هذا الحفل الذي تنظمه المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية بالجهة بالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بطنجة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة. هذا البرنامج برنامج محو الأمية تنفيذا للتعليمات السامية لمولانا أمير المؤمنين نصره الله في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2000 الذي فتح فيه المجال المساجد لمحو الأمية الأبجدية والدينية والصحية والوطنية، وأيضا تنفيذا للاستراتيجية التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي، والتي تهدف بالأساس إلى فتح المجال وتعزيز دور المساجد لاجتثاث ظاهرة الأمية الدينية والأبجدية. ومما يثلج الصدر ذلكم الإقبال المتزايد من طرف نساء مدينة طنجة على برنامج محو الأمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحركية والديناميكية التي أصبحت تتمتع بها المرأة المغربية بصفة عامة. وقد عرف برنامج محو الأمية لهذه السنة نقلة نوعية سواء على مستوى المؤطرات اللواتي ارتفع عددهن إلى حوالي 50 مؤطرة، وأيضا على مستوى المستفيدات اللواتي تجاوز عددهن 1700 مستفيدة. ومن المستجدات التي عرفتها دورة هذه السنة برنامج محو الأمية بالنسبة للخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة، توسيع شبكة انخراط المستفيدات في حلقات دراسية جديدة بالمساجد، وأيضا تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية التخصصية في الكفايات المهنية بالنسبة للمؤطرات ديال البرنامج محو الأمية، وأيضا توحيد العمل بالنسبة لاجتياز الاختبار في وقت محدد بالنسبة للمستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.